الإنسان لما يفقد أحبائه وأعزائه ها دنيا وين تصير؟ دنيا تصير داخل بالقبور مو برا، لأنه اللي يحبهم واللي يأنس بيهم واللي يتمازج وياهم روحيا صاروا تحت التراب، وظل بين جماعة بالدنيا شالعين قلبه، ظل بين جماعة مضوجي المر متعبيه. وتتصور مو هذا المعنى اللي كان يعبر عنه الإمام، يقول ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي.